السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم طلاب الصف التاسع. اليوم راح نحل أسئلة على درس المعادلة، تحديدا حل أسئلة تمارين ومسائل. بداية اكتب معادلة الدائرة في كل حالة من الحالات الآتية: ألف مركزها نقطة الأصل وطول نصف قطرة 2 وحدة. طيب كيف كنا نكتب هيك معادلة الدائرة لما تكون مركزها نقطة الأصل؟ حتكون عندي إذا معادلة، هون حنحل ألف، معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل يلي هي سين تربيع زائد صاد تربيع تساوي را تربيع. تمام، هو معطيني نصف القطر، مريحني منه. إذا فالمعادلة بكل سهولة سين تربيع زائد صاد تربيع تساوي 4. بس أنا اللي بلزمني أعرف المركز ونصف القطر، هو معطيني المركز ومعطينا نصف القطر، فهيك تمام. ب مركزها النقطة سالب 1 3، هي أول مطلوب أنا بدي إياها يوم موجود، وطول قطرها 14. طول قطرها أنا ما بيلزمني، أنا بدي نصف قطرها، صح؟ نصف قطرها يلي هو را يساوي نص ضرب طول القطر، ويساوي نص ضرب 14 والذي يساوي 7 وحدة طول. تمام، هلا بنروح على معادلة الدائرة أو الصورة القياسية للدائرة لما تكون مركزها دالها غير صفر صفر دالها. تمام، إذا بنروح على الصورة القياسية لمعادلة الدائرة وهي سين ناقص دال الكل تربيع زائد صاد ناقص هاء الكل تربيع ويساوي را تربيع. أنا هيك معي را ومعي النقطة، بعوضها بكل سهولة، بحكي سين ناقص دال كم؟ سالب 1. إذا ناقص سالب 1 تربيع زائد صاد ناقص 3 تربيع يساوي نصف القطر يلي هو طلعناه 7، يلي هو 7 تربيع. سين ناقص ناقص 1 سالب ورا سالب موجب، سين زائد 1 تربيع زائد صاد ناقص 3 تربيع ويساوي 7 تربيع يلي هي 49. هيك بنكون طلعنا معادلة الدائرة. نروح على السؤال اللي بعده، مركزها النقطة 4 سالب 1 وتمر بالنقطة 9 سالب 2. تمام، أنا من متطلبات النقطة والقطر نصف القطر. النقطة موجودة يلي هو المركز 4 سالب 1، تمر، كلمة تمر حكينا تحقق يعني تعويض. ليش بدي أعوض؟ عشان أطلع نصف القطر. طب ليش أنا بدي نصف القطر؟ عشان يصير العناصر اللي بدي إياها عشان أطلع معادلة الدائرة متوفرة. تمام، بروح بعوض، خلص اتفقنا، تمر تحقق تعويض. بحكي إنه سين ناقص دال، هلا معادلة الدائرة هي سين ناقص دال، معادلة الدائرة كانت سين ناقص دال الكل تربيع زائد صاد ناقصها الكل تربيع تساوي را تربيع. بنعوض النقطة 9، 9 ناقص 4 دال كم؟ 4، هاي دال وهي ها، 9 ناقص 4 زائد سالب 2 ناقص ناقص 1 ناقص ناقص 1 الكل تربيع والذي يساوي نصف القطر تربيع يلي هو المجهول اللي أنا بدي أطلعه. أنا ليش عوضت؟ عشان أطلع را. طيب 9 ناقص 4 تربيع يلي هي سالب 5 تربيع، أو 5 تربيع عفوا، 5 تربيع زائد سالب 2 ناقص ناقص 1 سالب ورا سالب موجب، سالب 2 زائد 1 يلي هي سالب 1 تربيع ويساوي را تربيع. 25 زائد 1 يساوي را تربيع، إذا را تربيع تساوي 26. أخذ لها الجذر، الجذر لا ما بديش أنا الجذر، ما بهمني. فشو بدي أعمل؟ خلص أنا هيك صار طلع عندي
را أو را تربيع بعوضها في المعادلة سين ناقص دال. أنا هي عندي دالها نقطة المركز وطلعت أنا نصف القطر. إذا بحكي تصفي عندي إنه المعادلة حتكون كالآتي: سين ناقص 4 الكل تربيع زائد صاد زائد 1 الكل تربيع يساوي 26. تمام، ان شاء الله ان امورنا هلا بتكون صارت اسهل في حل معادلة الدائرة، لانه خلص صرنا حلين عليها كل الافكار نوعا ما. اذا س ناقص 4 الكل تربيع زائد صاد زائد 1 الكل تربيع يساوي 26. اللي بعديها مركزها النقطة 5-3 وتمس محور السينات. طيب لو أنا بدي أرسم الرسمة، المركز هيو بحكي لي هون المركز هو 5-3، تمام؟ هاي المركز 5-3 تمس محور السينات. شو يعني تمس محور السينات؟ يعني أن صاد تساوي 0، صح؟ طب أنا لو بدي أجي أطلع مثلا هاي النقطة إنها تمسها هون مثلا، تمام؟ هون كم حتكون عندي السينات؟ يلي هي نفس الدال تبعت مركز الدائرة، يلي هي كم؟ 5. إذا 5-0، تمام؟ وممكن نطلعها أساساً من الرسمة، نطلعها من الرسمة بمعنى أني أنا بدي نصف القطر، فنصف القطر يلي هو البعد بين مركز الدائرة وأي نقطة عليها، فمثلا البعد بين مركز الدائرة وأي نقطة عليها كم موجود عندي؟ 3، يلي هو النقطة 5-3، يعني أنا مركز الدائرة 3 لعند ما مست الدائرة محور الصادات يلي هو 0، فهاي المسافة من هون لهون كم؟ 3، صح؟ 3 وحدات. وممكن نوجدها بطريقة تانية عن طريق المسافة بين نقطتين. إذا أنا عندي المركز بدي را كيف بدي أطلعها؟ بدي أطلعها بهاي الطريقة، بحكي را تساوي عن طريق الرسمة طلعناها 3 بكل سهولة. إذا مش عن الرسمة بدي أستخدم مسافة بين نقطتين، القانون مسافة بين نقطتين اللي هو سين 2 ناقص سين 1 لكل تربيع زائد صاد 2 ناقص صاد 1 لكل تربيع. طب أنا من نقطتين طبعا المركز والنقطة اللي تقع على الدائرة اللي هي 5-0، تمام؟ فبحكي را تساوي جذر 5 ناقص 5 تربيع زائد 0 ناقص 3 تربيع، على اعتبار مثلا انه هاي سين 1 وسين 2 وصاد 2 عفوا، وهنا سين 2 وصاد 2، تمام. وحتطلع عندي ان را تساوي جذر 5 ناقص 5 0، 0 تربيع 0 بتروح، سالب 3 تربيع 9، اذا جذر 9 والذي يساوي 3. اذا را تساوي 3 وحدة طول، تمام. احنا طلعناها من الرسمة، كنا مطلعينها، عرفنا كيف طلعناها. واذا مثلا ما خطر لنا الرسمة بنطلعها عن طريق قانون المسافة بين نقطتين. هلا خلص صارت عندي العناصر تبعتي جاهزة، مركز الدائرة ووحدة الطول، بعوض بالدائرة معادلة، بحكي معادلة الدائرة حتكون عندي سين ناقص 5 الكل تربيع زائد صاد ناقص 3 الكل تربيع ويساوي را تربيع اللي هو 9، تمام؟ سين ناقص دال تربيع زائد صاد ناقص ها تربيع يساوي 9. هلا جد إحداثيي المركز وطول نصف قطر الدائرة التي معادلتها سين تربيع زائد صاد تربيع تساوي 121. طبعا هاي معادلة الدائرة التي مركزها
صفر صفر. تمام، إذا أنا هيك هو طالب مني بده المركز وبده نصف القطر، بحكي أن المركز خلاص موجود قدامي اللي هو صفر صفر، لأنه هاي معادلة الدائرة التي مركزها صفر صفر. نصف القطر أنا عندي را تربيع، مش هي الصورة لإلها سين تربيع زائد صاد تربيع تساوي را تربيع، يعني أنا المية واحد وعشرين هي عبارة عن را تربيع، أي أن را تربيع تساوي مية وواحد وعشرين. طب أنا ما بدي را تربيع، أنا بدي را باخد الجذر التربيع للرا تربيع والجذر التربيع للمية واحد وعشرين، فبتطلع عندي أن را تساوي 11. تمام، نصف القطر يساوي 11. إذن بهيك أنا بكون أوجدت له المركز وبكون أوجدت له نصف القطر يلي هي وحدته وحدة الطول. تمام، اللي بعدها صاد ناقص 2 الكل تربيع زائد سين زائد 4 الكل تربيع تساوي 18. هلا مين؟ مش هلا هاي عبارة عن على الصورة القياسية، بس هون مش مرتبة. خلينا نلاحظ انه هون المعادلة الصورة القياسية مش مرتبة، شو نعمل؟ بدنا نرتبها. تمام، فهلا سين زائد 4 تربيع زائد صاد ناقص 2 تربيع يساوي 18. هيك بنعرفها، هيك اللي احنا متعودين نشوفها. تمام، يعني هاي دال، مش هي الصورة تبعتها سين ناقص دال تربيع زائد صاد ناقص ها تربيع يساوي 18. تمام، هلا حكيت لكم لما تكون انا موجودة عندي على الصورة القياسية فإن دال حتكون عندي معكوس الإشارة، يعني 4 معكوسة هو دال، فدال تساوي مشي 4 سالب 4، وها سالب 2 فحتكون معكوسة اللي هو 2. إذا أنا أوجدت النقطة، إذا المركز يساوي سالب 4.2. تمام، هلا بده مني نصف القطر. طب أنا هون اللي معطيني إياه هو را تربيع، را تربيع تساوي 18. أنا بدي را، باخذ الجذر، باخذ الجذر التربيع بروح مع الجذر، بتصفي أن را تساوي جذر 18. طب 18 هي عبارة عن 9 باثنين، لو بدي أبسطها بأبسط صورة. تمام، إذا را هي حتكون عندي جذر 2، فجذر 9 ضرب 2، فممكن أحكي أن را تساوي جذر 9 ضرب 2 والذي يساوي 3 في جذر 2. إذن هذا هو عبارة عن را، وهاي عبارة عن مركز الدائرة اللي هو سالب 4 2 معكوس الإشارة، فتكون عندي دالها. آخر واحدة 3 سين ناقص 6 الكل تربيع زائد 3 صاد زائد 12 الكل تربيع تساوي 36. طبعا هذا را تربيع بكل بساطة ممكن نطلعه، نخضر له الجذر فبطلع 6. طيب وين المشكلة عندي حتكون؟ المشكلة حتكون باللي بين أقواس. إحنا حكينا إنها لازم يكون معامل سين ومعامل صاد كم؟ معامل سين ومعامل صاد لازم يكونوا واحد. طيب نيجي نكتبها هون، بحكي 3 سين ناقص 6 الكل تربيع زائد 3 صاد زائد 12 الكل تربيع يساوي 36. تمام، لو اخذ عامل مشترك من هالثلاثة، هاي بدنا ناخذ لبرا عامل مشترك الثلاثة، اخذنا عامل مشترك الثلاثة من هذا القوس، شو ضل؟ سين ناقص 2، كأني قسمت هاي على 3 وهون قسمت على 3، فسين ناقص 2 الكل تربيع زائد، وهون بدي أخذ منها الثلاثة عامل مشترك، هي أخذنا الثلاثة فحتصفي صاد زائد 4 الكل تربيع والذي يساوي 36. طبعاً إحنا بنعرف إنه بقوانين الأسس يوزع الأس في حالة الضرب، فبوزعه هون وبوزعه هون، يعني هذا حيكون عندي قوسين. تمام، فبدي أوزعه هون وبدي أوزعه هون، فحتصير عندي إنها 9. تمام، في سين ناقص 2 تربيع زائد 9 في صاد زائد
أربعة تربيع يساوي 36. بقدر إني أطلع 9 لبرا، خلاص يعني أمسح هدول الأقواس أطلعها لبرا. فبلاحظ إني أنا في عندي عامل مشترك في الأطراف جميعها بهذا الحد وهذا الحد وهذا الحد، بلاحظ إني عندي عامل مشترك مين؟ 9. فبقسم كل المعادلة على 9، هذا الطرف على 9 وهذا الطرف على 9 وهذا الطرف على 9. ليش يا مس بتعملي هذا الإشي؟ لأني بدي معامل سين يكون 1 ومعامل صاد يكون 1، غير هيك ما بزبط عندي أطلع دالوها، ما بيزبط. تمام؟ يلا 9 مع 9 بتروح، و 9 مع 9 بتروح، 36 على 9 4. إذا بتصفي عندي سين ناقص 2 الكل تربيع زائد صاد زائد 4 الكل تربيع يساوي 4. تمام، هاي الصورة اللي احنا بنعرفها، الصورة القياسية لمعادلة الدائرة. هلا بحكي دال حتكون عندي معكوس الإشارة، هي سالب 2 فرح أكتبها 2. ها رح تكون معكوس الإشارة، هي 4 فرح أكتبها سالب 4. وأورا تربيع اللي هو معطيني إياها 4. طب أنا ما بدي را تربيع، أنا بدي مين؟ أنا بدي را، فبخدها بنزلها للتحت، را تربيع تساوي 4. أنا ما بدي را تربيع، بدي را، فباخد الجذر التربيعي، الجذر التربيعي بتطلع عندي أن را تساوي 2. تمام، يعني حيطلع عندي أنه المركز هو يساوي النقطة دال 2 وها سالب 4 ونصف القطر را يساوي 2. تمام، إذن 2 سالب 4 و 2. اللي بعديها سين تربيع زائد صاد تربيع يساوي 4 سين ناقص 10 صاد ناقص 28. شو بدي أعمل هون؟ هاي مش مكتوبة عندي على الصورة العامة بشكل صحيح، بدي أكتبها على الصورة العامة بحيث إني أنقل كل الأطراف كل المجاهيل والثوابت في طرف وأصفر الطرف الثاني. فبتصير عندي سين تربيع زائد صاد تربيع يساوي 4 سين ناقص 10 صاد ناقص 28. لما بدي أنقل سين تربيع زائد الأربع سين هون حتصير سالب 4 سين، كله رح أنقل وأعكس إشارته، صرنا فاهمين هذا الكلام. فسين تربيع زائد صاد تربيع ناقص 4 سين زائد 10 صاد زائد 28 يساوي 0. هيك موجودة على الصورة القياسية. طيب كيف أنا كنت أطلعها؟ كنت أحكي أن دال يساوي سالب ألف على 2. طيب بدي أطلع ألف يساوي ألف يلي هو معامل سين، وباء يلي هو معامل صاد، وجيم اللي هو الحد الثابت. أنا هدول اللي يلزموني هلا. تمام، ألف اللي هو سالب 4 وباء بأخده بإشارته 10 والجيم 28. طيب أنا بدي هلا أوجد قيمة دال، بحكي أن دال تساوي سالب معامل سين على 2، يعني سالب ألف على 2، يعني دال حتكون أو النقطة ميم كلها رح أكتبها إنها سالب ألف يلي هي سالب سالب 4 على 2، وها حتكون سالب ب يلي هي سالب 10 على 2، ورح تطلع عندي إنه النقطة سالب سالب السالب يعني سالب في سالب موجب 4 على 2 2، إذن النقطة 2 فاصل سالب 5. إذن أنا هيك أوجدت المركز، بصفي عندي أوجد نصف القطر. طيب أخذنا إنه قانون نصف القطر أن را تساوي جذر الدال تربيع زائد ها تربيع ناقص جيم اللي هو الحد الثابت ويساوي دال، هيني طلعتها، هاي دال وهي ها صح، دال اللي هي 2. فجذر الاثنين تربيع زائد ها سالب 5 تربيع ناقص جيم 28، والذي يساوي جذر 4 زائد 25 سالب 5 تربيع 25، 4 زائد 25 29، 29 ناقص 28 والذي يساوي جذر الواحد، جذر الواحد يلي هو يساوي 1. إذن 1 يلي هو عبارة عن نصف القطر. تمام، إذن
حيطلع عندي انه مركز الدائرة هو 2 سالب 5 ونصف القطر يساوي 1 وحدة طول. تمام، هنروح على فرع ها. ها معطيني كمان الصورة العامة وبدي اطلع منه نصف القطر ومركز الدائرة، برتبها سين تربيع زائد صاد تربيع ناقص 8 سين. هلا بنقل 12 هون فبعكس اشارتها، ناقص 12 يساوي صفر. طيب بدي اطلع الف، الف كم؟ الف تساوي اللي هو معامل سين سالب 8. با، با مش موجودة، وين صاد؟ صاد مش موجود، اذا معامل با تساوي صفر في هاي الحالة، صح؟ جيم تساوي سالب 12، باخدها مع الاشارة، ما بننسى، ما اخدتهاش مع الاشارة حلك غلط. تمام، هلا ميم يلي هي عبارة عن سالب ألف، المركز يعني عبارة عن سالب ألف على 2 دال، راح تكون عندي سالب ألف على 2 فاصلة وبا وها سالب با على 2. طيب يلي ميم حتكون عندي تساوي سالب ألف يلي هي سالب سالب 8 على 2 فاصلة با صفر، إذا صفر على 2 يعني صفر، حيطلع عندي انه المركز سالب سالب 8 8 2 4، اذا المركز 4.0. تمام، اذا هذا هو عبارة عن المركز 4.0، بصفي عليه نصف القطر، بحكي ان را تساوي جذر الدال تربيع زائد ها تربيع ناقص جيم ويساوي جذر دال تربيع اللي هي 4 تربيع، 4 تربيع زائد ها تربيع اللي هي 0 تربيع ناقص جيم يلي هي ناقص ناقص 12 ناقص ناقص 12، والذي يساوي جذر 16 صفر تربيع صفر ناقص ناقص 12 سالب ورا سالب بيطلع بموجب، اذا زائد 12 ويساوي 16 زائد 12 جذر 28. اذا هذا هو عبارة عن مين؟ عبارة عن را. ولو بدي ابسطه اكثر من هيك، الثمانية وعشرين هي عبارة عن 7 في 4، صح؟ إذا را تساوي جذر 7 ضرب 4 ويساوي جذر 4 2 في جذر 7 وحدة طول. إذا هيك أنا بكون أوجدت له را وبكون أوجدت له ميم، هيك يعني بأبسط صورة. تمام، السؤال اللي بعده، حدد موقع كل نقطة من النقاط الآتية بالنسبة إلى الدائرة. شو يعني حدد موقع كل نقطة؟ يعني بدي أعرف هل هي تقع على الدائرة ولا خارج الدائرة ولا داخل الدائرة. إذا تقع الدائرة حيكون عندي عند التعويض حيطلع عندي نفس قيمة را، إذا كانت أقل حيطلع عندي تقع داخل الدائرة، إذا كانت أكبر حتطلع عندي تقع خارج الدائرة. تمام، يعني أنا عندي بس ثلاث حالات. نيجي على نون 2.1، بدي أعوض كل نقطة، بحكي إنه 2 ناقص 5، 2 ناقص 5 كل تربيع زائد سالب 1 زائد 1 الكل تربيع ويساوي 2 ناقص 5 اللي هي سالب 3 تربيع زائد سالب 1 زائد 1 اللي هي 0 تربيع ويساوي 0، والذي يساوي 9، صح؟ سالب 3 تربيع 9. طيب 9 تساوي را تربيع، مش هاي را تربيع؟ اذا 9 تساوي را تربيع، اذا هاي شمالها، هاي تقع على الدائرة، اذا النقطة الاولى تقع على الدائرة. تمام، يلا نروح على اللي بعديها. واو واو، النقطة واو 1.0، بعوض زي ما عوضت النقطة نون بالضبط، بحكي 1 ناقص 5 لكل تربيع زائد 0 زائد 1 لكل تربيع يساوي سالب 4 يلي هو 1 ناقص 5 سالب 4 سالب 4 تربيع زائد 1 تربيع والذي يساوي 16 زائد 1
اللي هو 17. 17 بالنسبة للراتربيع أكبر من 9، يعني أكبر من الراتربيع، صح؟ إذن هاي مالها تقع خارج الدائرة، تقع خارج الدائرة. اللي بعديها لام 4.2 بنفس الطريقة، بعوض بحكي 4 - 5 تربيع زائد سالب 2 زائد 1 تربيع، والذي يساوي 4 - 5 سالب 1 تربيع زائد سالب 2 زائد 1 برضو سالب 1 تربيع، ويساوي سالب 1 تربيع 1، 1 زائد سالب 1 تربيع 1، يعني 1 زائد 1 كم؟ 2. والاثنين عندي أقل من 9، يعني أقل من الراتربيع، صح؟ يعني هاي تقع داخل الدائرة، داخل الدائرة، تمام. هلا بضل عندي آخر نقطة اللي هي كاف، كاف 5.1 حتكون عندي 5 - 5 لكل تربيع بنفس الطريقة، بعوض زائد سالب 1 - 1 لكل تربيع، 5 - 5 صفر، صفر تربيع صفر، زائد سالب 1 العدد معكوسه صفر تربيع صفر، إذن 0 + 0 ويساوي صفر، والصفر عندي أقل من 9، يعني أقل من الراتربيع، يعني هاي مالها تقع داخل الدائرة، تمام؟ إذن تقع داخل الدائرة، تمام. يلي بعده، ما معادلة الدائرة التي يقع مركزها على المستقيم الذي معادلته س تساوي 5 وتمس محور الصادات عند النقطة 0 - 3؟ طيب شو يعني معادلة المستقيم س تساوي 5؟ يعني هيو نرسمها باللون الأبيض، هاي معادلة المستقيم س تساوي 5، أي أنها تكون موازية لمحور الصادات، إذن توازي محور الصادات، إذن هذا هو معادلة المستقيم س تساوي 5، هي 5، تمام؟ وهي هي معادلة المستقيم تمس محور الصادات عند النقطة 0 - 3، هي النقطة 0 - 3، تمام؟ يعني البعد، لو بدي أنا أطلع نصف القطر، أول شيء هل هو بيحكي لي تقع يقع مركزه على المستقيم الذي معادلته س تساوي 5، تمام؟ يعني أنا بقدر أعرف إنه دال هي كم؟ 5، بأنه تقع على المستقيم، تقع على المستقيم س تساوي 5، إذن بقدر أعرف إنه دال تساوي 5، صح؟ تمام. تمس محور الصادات عند النقطة 0 - 3، عند النقطة 0 - 3 تمس محور الصادات، يعني كمان بقدر أعرف إنه هاي كم قيمتها؟ ها تساوي 3. طيب كيف ممكن أنا من الرسمة أعرف اللي هو البعد؟ البعد بين 3 - 0، صح؟ اللي هو نصف القطر كم؟ 3، إذن 5.3، ونصف القطر هو البعد، هو البعد بين الخط المستقيم اللي هو اللي معادلته س تساوي 5 النقطة 0 - 3 اللي هي بين 3 اللي تمس محور الصادات، النقطة التي تمس محور الصادات، إذن هذا هو البعد اللي هو شو بسميه؟ بسميه را. إذن را هو البعد بين النقطة اللي هي 0 - 3 والمستقيم س يساوي 5، صح؟ ومنه را تساوي كم؟ را تساوي 5، 1 2 3 4 5، إذن را تساوي 5،
من الرسمة. لو بدي أوجد البعد بيناتهم راح أوجده من خلال القانون يلي هو سين ناقص سين اتنين ناقص سين واحد لكل تربيع، زائد صاد اتنين ناقص صاد واحد لكل تربيع يساوي را يساوي نصف القطر را، صح؟ كله تحت الجذر، تمام؟ يلي هو قانون المسافة بين نقطتين. طب أنا لو بدي أجي أطبق بين مين ومين؟ بين الخمسة والتلاتة، الخمسة والتلاتة والصفر والتلاتة. فلنعتبر هنا سين اتنين وصاد اتنين، وهنا سين واحد وصاد واحد. لو بدي أحله حيطلع عندي إنه سين اتنين خمسة ناقص صفر الكل تربيع زائد تلاتة ناقص تلاتة الكل تربيع. هذا عبارة كله عن مين؟ عن را. خمسة ناقص صفر خمسة تربيع 25، إذا جذر 25 زائد 3 ناقص 3 صفر تربيع صفر ويساوي را. إذا منه فإن را تساوي جذر 45 5. إذا ممكن أطلعها، حكيت مرة، من الرسمة، وممكن أطلعها من خلال بعد بين نقطتين. إذا صرنا عارفين را وميم يلي هي إحداثياتها 5.3 من النقطة اللي بتمس محور الصادات. ممكن اخذ عندي ها، ممكن اخذ منها ها، والمعادلة المستقيم بمس محور السينات باخذ هذا عبارة حيكون عندي عن دال، تمام؟ اذا بطبق بكل سهولة، بحكي سين ناقص دال الكل تربيع زائد صاد ناقص ها الكل تربيع يساوي را تربيع. ومنه فإن سين ناقص خمسة تربيع زائد صاد ناقص ثلاثة تربيع يساوي را تربيع اللي هي 25، وهي عبارة عن معادلة الدائرة، تمام. ننتقل لهذا السؤال، ما معادلة الدائرة التي مركزها النقطة 4 و1 وتمس المستقيم الذي معادلته صاد تساوي سالب 2؟ هلأ أنا هي عندي هاي الدائرة مركزها هو عبارة عن 4.1، تمام؟ المستقيم صاد يساوي سالب 2 يلي هو يوازي محور السينات، تمام. هلا انا بدي اعرف اول شيء عشان يكون عندي الحل اعرف احله، بدي النقطه يلي هي المركز يلي هي 4.1، تمام، هي موجوده هسه بدي را. طب كيف بدي اطلع را؟ را هو البعد بين النقطه يلي هي مركز الدائرة والمستقيم الذي تمسه، تمام؟ طيب إذا هاي النقطة كانت عبارة عن 1 للصادات والمستقيم كان صاد تساوي سالب 2، هلا البعد بيناتهم كم حيكون عندي يا مس؟ البعد بيناتهم حيكون 3. لو نيجي نعد 1 2 3، صح؟ البعد بيناتهم 3، من الواحد للسالب 2 او من سالب 2 للواحد، البعد بيناتهم 3 وحدات، تمام. او ممكن نوجده باي طريقة اللي هي المسافة بين نقطتين، صح؟ زي ما طلعنا قبل شوي حنطلع هون. فمثلا اي نقطة موجودة على هذا المستقيم حيكون الصاد إلها سالب 2. طيب لو انا بدي اجي اخد النقطة يلي هي السين تبعتها نفس دال، تمام، يعني هاي مثلا بدي اجي اخد هاي النقطة، الصاد تبعتها معروفة والسين تبعتها معروفة يلي هي 4، إذا 4 سالب 2 النقطة. فمثلا إذا بدي أجي أطلع را، را تساوي قانون مسافة بين نقطتين سين 2 ناقص سين 1 تربيع زائد صاد 2 ناقص صاد 1 تربيع ويساوي جذر سين 2. نعتبر إنه مركز الدائرة سين 1 صاد 1 والنقطة 4 سالب 2 سين 2 صاد 2، فأربعة ناقص أربعة
ناقص 4 تربيع زائد سالب 2 ناقص 1 تربيع ويساوي 4 ناقص 4 0 0 زائد سالب 3 ناقص 3 سالب 3 تربيع يلي هو 9 جذر 9 ويساوي 3 يلي هي هاي عبارة عن مين؟ هذا عبارة عن راء وممكن طلعناه من الرسم زي ما قلت لكم بالضبط. إذا أنا هلا عشان معادلة الدائرة بيلزمني المركز يلي أنا عارفيته 4.1 ونصف القطر هيني أوجدته يلي هو كم؟ 3. بطبق على المعادلة صاد ناقص دال س ناقص دال الكل تربيع زائد صاد ناقص ها الكل تربيع يساوي را تربيع. إذا س ناقص 4 زائد صاد ناقص 1 تربيع يساوي را تربيع اللي هي 9. إذا هاي عبارة عن معادلة الدائرة. تمام، هيك بيكون انتهى درسنا. بتمنى منكم تكتبوا كل الأسئلة على الدفتر ويعطيكم ألف عافية.